الاسئله اللي جايه. انا قلت لك في الامتحان هقول لك ايفالويت ذا فولوينج انتجرالز وارص لك اسئله ورا بعضها، اعرف منين ان دي جاما ولا بيتا؟ هدرس اثنين سبيشال فانكشن جاما وبيتا. اعرف منين ان دي مساله جاما ومش بيتا؟ الديفينيشن بتاع جاما في مين؟ اي واللين عكس الاي، صح كده؟ يبقى انا لو جات لك مساله فيها لين اقدر اوصلها للاي. القاعده العامه بقى لو لقيت اي مساله فيها اي او لين تبقى جاما. اي حاجه غير كده تبقى بيتا. تاني عشان ما تلخبطش تقول لي هتتحل بأنهي واحدة فيهم، أي حاجة فيها الفانكشن إي أو لين تتحل جاما، أي حاجة غير الإي واللين تتحل بيتا، تمام؟ طيب أنا هجيب لك الإكويشن ده وعايزة أجيب الناتج بتاعه، إحنا قلنا إن هي جاما، طالما فيها لين هتبقى إيه؟ جاما. لازم المسألة تحطها على الصورة العامة دي، لازم حدود التكامل تبقى من زيرو لإنفينيتي، لازم يبقى جواها إيه باور ماينس تي، أعمل إيه؟ ايه السبستيوشن اللي افرضه عشان يطلع معايا في المساله ايه باور ماينس تي؟ خد بالك السبستيوشن ده انت بتعمله باي لك، انت بتفرضه مشي معاك وظهر ايه باور ماينس تي تمام، ما ظهرش بترجع تفرض فرض تاني. ها؟ افرض ايه عشان اوصل لايه باور ماينس تي؟ انتجريشن من 0 ل 1، جذر الروت ده معناها جذر نص، يبقى ده ماينس 2 واي باور نص دي واي. هل لما تيجي تفكر كده هل تاخد الحته دي كلها بالباور بتاعها تفرضها تي، ولا تاخد الحته بتاعت اللين لوحدها تفرضها تي، ولا تاخد اللين بالاشاره؟ نجرب. مش منطقي ان انا اخدها كلها بالباور، سيبك من الباور. يبقى انت عندك طريقين، يا اما تاخد ماينس لين واي تفرضها تي، يا اما تاخد لين واي لوحدها تفرضها تي. لو انت اخدت لين واي لوحدها فرضتها تي، احنا عارفين ان الاي واللين عكس بعض، يعني لو دخلت اي على الطرفين، دخلت اي هنا ودخلت اي هنا، الاي تشيل اللين يتبقى واي تساوي مين؟ اي باور تي. ظهر معاك ماينس؟ ما ظهرش، يبقى الفرض ده ما يمشيش. يبقى احسن لك تاخدها بالاشاره اللي قدامك، تقول له انت هتفترض لت ماينس لين واي هي اللي بتساوي مين؟ تي. ليه؟ عشان انا عايز يظهر معايا اي باور ماينس تي، نقوم نعمل ايه؟ هل هاخد اي للطرفين وهي قدامها الماينس؟ ينفع كده اقول لك اي باور ماينس لين واي بتساوي اي باور تي والاي تشيل اللين؟ ايه سامع حضرتك؟ خصائص اللين اللي خدناها زمان كان بيقول لك ايه؟ كان بيقول لك الاي باور لين واي، الاي تشيل اللين يتبقى مين؟ واي. ولو عندك مثلا خمسه لين واي، الخمسه دي بتروح فين؟ تروح باور للواي، صح كده؟ يديلك لين واي باور كام؟ خمسة. لو دخلت ايه على الطرفين هنا اي باور ماينس لين واي اي باور تي، ينفع تقول الاي تشيل اللين ولا الماينس دي عامل لي مشكلة؟ مش ده كأنه ماينس واحد؟ يبقى أسهل لك في الأول الماينس ده يروح باور لمين؟ للواي. أو بدل ما تقعد توجع دماغك تضرب إشارة ماينس في الطرفين. مش لو ضربت ماينس في الطرفين يبقى لين واي بتساوي ماينس تي. هنا بقى هدخل الاي على الطرفين، هدخل الاي هنا هدخل الاي هنا، الاي تشيل اللين اللي هي لازقه فيها اهي، يبقى هنا مين؟ واي بتساوي اي باور ماينس تي. بس كده ظهرت معاك الاي باور ماينس تي ولا لا؟ ظهرت، يبقى انت كده ماشي تمام. بقى لي حته صغيره، انت هتغير الفاريبل بتاع المساله كله من فانكشن في الواي لفانكشن في مين؟ في التي، صح؟ يبقى كمان هتغير الدي واي وتغير حدود التكامل. اعملي كده دريفت للطرفين دي واي بتساوي ايه؟ ها؟ لما اجي فاضل ده على اي باور ماينس تي بضرب في الدريفت بتاع الباور، يبقى ماينس 1 دي تي في الانتجريشن بس، في التفاضل بضرب. طيب الحاجه الثانيه حدود التكامل، حدود التكامل كانت من كام لكام؟ من 0 ل1، تقول له ايه؟ واي بيساوي 0 في التي الجديده بتساوي كام؟ وات واي بتساوي 1 في التي الجديده بتساوي كام؟ تعوض فين؟ في دي ولا دي ولا دي؟ مش احنا متفقين ان احنا بعوض في الحته بتاعت السبستيوشن دي هي دي هي دي، مش هما كلهم جايين من بعض؟ اشتغل في اسهل واحده فيهم اللي هي بالبلوزه دهي. لما اكون الواي بزيرو، حط كده الواي بزيرو يطلع التي بكام؟ انا عندي ثلاث قيم للاي المفروض ان احنا حافظينهم. اي باور صفر بكام؟ ها؟ واحد. واي باور انفينيتي؟ في انفينيتي. واي باور ماينس انفينيتي؟ زيرو. تعالى بقى نجرب. الواي بزيرو اي باور كام تطلع زيرو؟ مين اللي بتطلع
يطلع زيرو؟ اي باور ماينس انفينيتي. يبقى اي باور ماينس موجوده يبقى التيتر حط هنا ايه؟ انفينيتي. تاني انا هحط الواي بكام؟ زيرو. عايز اطلع قيمه التي. اي باور كام اللي بتطلع زيرو في الثلاث حاجات دول؟ اي باور ماينس انفينيتي هي اللي بتطلع زيرو. طب الماينس موجوده يبقى التي احط مكانها كام؟ انفينيتي. الثانيه حط الواي بواحد. اي باور كام اللي بتطلع واحد؟ اي باور زيرو يبقى التي بتساوي كام؟ زيرو. حدود التكامل بقى الزيرو بقى انفينيتي والواحد هو اللي بقى كام؟ زيرو. مش الديفينيشن من زيرو لانفينيتي؟ السبستيوشن اديها لك من انفينيتي لزيرو، انا عايز اقلبها اعمل ايه؟ اضرب في اشاره نيجاتيف. مش احنا اخذنا الكلام ده زمان؟ لما تضرب في اشاره نيجاتيف تعكس لك حدود التكامل. نكمل ماينس 2 واي. انا شايله ماينس 2 واي على بعضها وحاطه مكانها كام؟ تي. يبقى تي باور نص. الدي واي شيلها وحط مكانها ماينس اي باور ماينس تي دي تي. الماينس لوحدها ظهرت اهي. يبقى لو انا ضربت في ماينس دي هتختفي وحدود التكامل هتتظبط من زيرو لانفينيتي. يتبقى تي باور نص اي باور ماينس تي دي تي. الديفينيشن بالظبط اهو. انتجريشن من زيرو لانفينيتي، انتجريشن من زيرو لانفينيتي. اي باور ماينس تي، اي باور ماينس تي. هنا دي باور ان ماينس 1، زود على ده واحد يطلع كام؟ ها؟ يطلع جمع كام؟ 3 على 2. بس كده. عايز تصفيها للاخر بقى، هي كده خلصت. لو عايز تصفيها للاخر، جمع 3 على 2 من العلاقه دي بتساوي ايه؟ جمع 3 على 2 نقصها واحد تطلع نص جمع نص، صح؟ ان ماينس 1 جمع ان ماينس 1 دي تطلع نص جمع نص. وجمع نص احنا لسه قايلين بكام؟ بجذر غاضب. يطلع ناتج تاخد نص